اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. النهارده هعمل سمك بوري بصوص لذيذ جدا جدا، مكون من ليمون، عسل، وشيستر صوص، عصير ليمون، شبت، زعتر، وسمك البوري. اول حاجه هعملها في السمك البوري هجيب لوح تقطيع تاني وهقطعها جزل يعني ستيكس، سكينه كبيره حاميه تقيله، هشيل الراس وهقطعهم بقى، هحاول على قد ما اقدر ان انا وانا بقطع السمكه يبقى سمك السمكه متقطع زي بعضه، يعني لو قلنا 2 سنتي ونص كل حته كده، ادي واحده ادي التانيه ادي التالته وادي الرابعه. اخر حته دي اكيد مش هنرميها، هشيل الديل وهخليها اكبر شويه، يعني مساحتها اكبر شويه علشان تستوي معاهم. هجيب طبق تاني وهتبل فيه السمك، عاوز اخلص من الحاجات اللي فيها، هحتاج بعديها اغسل ايدي علشان بعد كده اشتغل في الصوص براحتي. هجيب زيت زيتون او زيت عادي وملح وفلفل، ايدي اليمين ما استعملتش بيها حاجه في السمك عشان كده حطيتها في الملح، شويه كمان وفلفل اسود، وهتبل السمكه كلها كده، اقلب كده لحد لما ابقى متاكد ان كل حته في السمكه اخدت ملح وفلفل وزيت، ويبقى كده اتحط كده قدامي جاهز علشان اخر حاجه خالص هسوي السمك. اعمل الصوص الاول وبعدين اسوي السمك واحطه على الصوص علشان كل حاجه تبقى سخنه مع بعض. كده ابتدي اجهز الايه الصوص. هجيب سكينه، يعني هنستعمل ليمونتين ثلاثه على حسب الكميه. هقطع الليمون شرايح كلها بنفس المقاس، كده ممكن اخد ليمونه كمان. نحاول دايما لو بنعمل اي حاجه بنقطع نخلي دايما كل حاجه متساويه في الحجم علشان يبقى السوى واحده، يعني مفيش حاجه تستوي اكتر من حاجه او حاجه تبقى مستويه اقل من حاجه. دول كده خلاص. محتاج طاسه نار مش عاليه قوي، قرب بقى كل حاجه مني كده علشان ما افضلش رايح جاي. دي مش عايزينها. جهز الشبت، يعني دايما بسيب يمكن عودين ثلاثة شبت عشان ازوق بيهم في الاخر، اقطعه مرة واحدة بس، حط بقى ايه نقطتين كده صغيرين زيت زيتون تقريبا دي معلقة. محتاج بقى ان انا ايه ادي للليمون ده لون، يعني اخليه بقى كارملايزد يعني مكرمل. هشوف بقى الطاسه هتاخد كام واحده. ناخد دول كمان، خلي بقى الباقيين دول نزوق بيهم الطبق عشان ما نبقاش رمينا حاجه. لو عايزين نزود نعصر الليمون ده عليها يبقى ماشي. جهز الطبق وبعدين نكمل كده، ناخد بقية الشبت نخليه هنا علشان ما نبقاش برضو رمينا حاجة. ونسيبه بقى، يعني ممكن ياخد له 3 4 5 دقايق على كل ناحية، ونفضل مستنيين كده لحد لما يبتدي يعني ياخد زي ما يكون سنة اتلسع من تحت، وبعدين نقلبها. وبعد ما نقلبها نبتدي نحط بقية المكونات. على ما الكلام ده يحصل ممكن في نفس الوقت
اولع على طاسه ثانيه وابتدي اجهز السمك. طبعا ده السمك ده انا حاطط عليه زيت زيتون، يعني اللي هحتاجه بس حاجه بسيطه خالص، وطاسه ما بتلزقش كده. تلاقوش بقى من الليمون سيبوه خالص لحد لما ياخد اللون اللي قريب من البني شويه يعني. وعلى ما دي تسخن ابتدي احط السمك. بس كده عايز ابص على الليمون اخباره ايه، شكله عامل ازاي لسه. سيبه براحته خالص لسه ما سخنتش. دايما افتكروا لما تلاقوا البوتاجاز توسخ كده نضفه وهو سخن علشان ما يلزقش في البوتاجاز ويعكسنا جامد قوي واحنا بننضفه. خليهم كده عشان يبقى شكلها. بدأ الليمون ينزل العصير وبدأ ينزل مع الزيت، بدأ يبقى لونه بني، فمعنى كده ان هو ابتدى ياخد اللون. ايوه كده. لسه هسيبه شويه، ممكن ابتدي احط السمك. دي طبعا مش هتقف كده، فهضطر احطها بالجنب على طول. بقى اول لما السمك هيستوي هطلعه مع الليمون. هو ده بقى اللون اللي بقول لحضراتكم عليه. دلوقتي بقى اقدر احط شوية من الورشاستر صوص وعصير الليمون كله والزعتر. والشبت واسيبه يقصر. يقصر يعني اللي فيه يتبخر، المية اللي فيه تتبخر علشان يبقى تقيل، وبعد كده لما احط عليه العسل يبقى اتقل وطعمه احلى. كده مش محتاج اكتر من كده. هنقل دي بقى على نار اعلى شويه عشان تبتدي تشد حيلها. شويه ملح خفيف، شويه فلفل اسود خفيف، لان الصوص ده مش حادق قوي. الصوص ده مزز يعني، الورشستر بيتبل بيدي الملح شويه، وبعد كده الليمون والعسل بيخلوه ما بين الحلو والمزز شويه. السمك علشان سمكه كبير شويه فممكن ياخد مننا شويه وقت، بس برضو ما نقلقش خالص. عايز بقى ايه، اقلب الليمون كده في الصوص. خلي بال حضراتكم بقى وانتوا تتعاملوا مع الليمون ده، خلاص هو طري جدا فممكن يبتدي يعني يتفك من بعضه، فعايزين نبقى ايه واحدة واحدة معايا. هزود شوية عسل دلوقتي صغيرين، والباقي هزوده على السمك والصوص. ممكن ابتدي بقى اقلب السمك. اقلبه الاول على الناحية دي كده. وناخد وقتنا بقى نستنى براحتنا خالص لحد لما يستوي. هطلع فاصل يكون السمك استوى، وبعد كده ارص الطبق واعمل بعد كده سلطه مكونه من لسان العصفور والجزر والبسله المجمده.
المنتجات لحضراتكم بعد الفاصل. كده السمك استوى، قلبته على كل الجناب، فاضل الحته دي بس هقلبها كده وهرجع الصوص ياخد بس سنه سخونيه سريعه. هو الطاسه سخنه، فمجرد ممكن على هنا عشان دي اسخن، مجرد بس ما يبتدي يبقلل سنه صغيره هبتدي انقله في الطبق. خلي الطبق هنا كده بس كده، جميل جدا. شوكه اهي، هشيل بقى الليمون كده، هما كام حته؟ 1 2 3 4 5، ماشي يبقى خمس ليمونات عشان نحط على كل ليمونه حته سمك. كده برضو الشكل بيفرق في الاكل جامد قوي. مرضيتش تعدل كده، ونحطها على الناحية التانية، مش مشكلة خالص. ده خلاص فاضل دي، ممكن نحطها هنا. ناخد بقى كل اللي موجود ده كده، وآخر حاجة طبعا لو مش حابين قصة العسل دي ممكن نستغنى عنه خالص، بس هي يعني جربوا مرة وبعدين قولوا لنا ايه الاخبار. كده ادي سمك بوري بالليمون والعسل والزعتر. اخش بعد كده على السلطة بال لسان عصفور. لسان عصفور مطبوخ، هقول لحضراتكم عملته ازاي. بسلة مجمدة، جزر، ليمون، ثوم، فلفل حار. ده في طاسة بنحط شوية زيت او شوية سمنة او شوية زبدة او الدهون اللي بتتعودوا انكم تستعملوها دايما. نحمصه كويس قوي لحد ما اللون يبقى بني، وبعد كده نزود عليه مية، نسيبه يغلي لحد لما يطرى. بيتعمل بالطريقة دي. كل اللي انا هعمله هقطع فصين ثوم، عايز سكينة ممكن استعمل دي، هقطع فص توم واحد بس لان ده شكله كبير، ففص توم واحد كفايه. هصغره شويه، احط دي على النار، زيت زيتون كفايه كده. يعني لو بتحبوا التوم خلوه حجمه كبير، لو مش عايزين يبقوا التوم باين قدامكم صغروا حجمه. هنقلها على دي اقوى. اوكي، على ما تسخن ممكن بصل الجزر الاول ولا البسله؟ طبعا الجزر الاول، لان الجزر بياخد وقت اكتر. هو انا بعمل سلطه ممكن تبقى دافيه شويه، بس لو سبناها لحد لما تبرد ممكن ناكلها برده ساقعه، بس الجزر بياخد سوى اكتر من البسله، فاحتاج ان انا اديله بس ايه طعم التوم والملح والفلفل. انا مش عايز اسويه خالص، مش عايزه يطرى، انا بعمل سلطه فعايزه يبقى لسه فريش ولسه فيه طعم الخضار. الحراق بقى راجع لحضراتكم. كده كفايه لان ريحه القرن ده حراق جدا، فكده كفايه. كمان تقليبه والبسله. البسله المجمده من الحاجات الكويسه قوي، ممكن نستعملها في حاجات كتيره جدا، مش معنى انها مجمده تبقى مش كويسه، بالعكس. انا مش بسوي قوي، انا بس كل اللي بحاول اعمله انا بقى ايه بدي طعم الثوم والملح والفلفل مع
مع البسلة والجزر. كده خلاص هلديها شوية ليمون وأجهز بولة دول اتنين. عندي هنا شوية زعتر، ممكن برضو اديها شوية زعتر. أنا بالنسبة لي الزعتر والليمون من أكتر الحاجات اللي بيمشوا مع بعض، بحب طعمهم جدا. نقلبها، نعمل دريسنج سريع في نفس البولة اللي هعمل فيها، اللي هخلط فيها كل حاجة، هعمل فيها دريسنج. حط معلقتين أو ثلاثة زيت زيتون، ملح، فلفل. لو عايزين بقى تضيفوا خضرة، بقدونس، كزبرة، كله ممكن ينفع، والليمون. كده كفاية. ومضرب، هعمل دريسنج وهزود عليه شوية زعتر كمان، لسه عندي زعتر. كله ممكن بقى نعمل اللي احنا عايزينه، نحطه ده هنا ونقلبه مع بعضه، او نحطهم هنا. بس انا ايه، هحط لسان العصفور. كله كده اقلبهم مع بعض. بصوا حضراتكم الالوان مع الطعم. قبل اي حاجه هدوق اشوف محتاجه ملح، محتاجه فلفل، محتاجه شويه ملح. دي خلاص الذ حاجه بقى، البسله والجزر ما استووش على الاخر، ففيهم طعم الفريش، يعني فيهم طعم اللي هم لسه سوري لسه فيهم طعم الحاجه الطازه. ممكن نستعمل دي كده. وبعدين الدريسنج، كله كده عليها من فوق. وقت بقى الاكل تقدروا تقلبوا، والف هنا وشفا. كده عملت النهارده سلطة لسان عصفور بالبسلة والجزر، عملت سمك بوري بصوص الليمون والعسل والزعتر. ألف هنا وشفا، وأشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.